السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم عندي لكم فيديو جديد غادي نحضروا فيه ورقه البسطيله. الصراحه كتجي هائله وكتوفر عليكم شويه ديال التعب، كتوجدوا كميه كبيره في وقت قليل. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم مع طريقه تحضير المقادير. كيف ما كتلاحظوا معايا المقادير، غادي ناخذ الدقيق، عندي الدقيق وعندي النشا وعندي الماء وعندي الدقيق، قلتها جوج مرات. المهم عندي الدقيق، ناخذ الدقيق غنضيفوا عليه الملح، غنضيفوا عليه ملعقه ديال المايزينا، انا هنا درت تقريبا ما كملش نص كيلو ديال الدقيق. هذه المره ما غادي نحتاجوا لا العجينه تكون جاريه لا والو، يعني غادي تكون العكس، العجينة تكون قاصحة كيف ما كتلاحظوا معايا. نجمع عادي بحال اي عجينة، ندوز نجمع العجين ونرجع لكم. كيف ما كتلاحظوا معايا انا هنا وجدت العجين، خليته قاصح كيف ما كتشوفوا، قاصح خليته قاصح، غنخليه يرتاح تقريبا واحد ربع ساعه ولا 10 دقائق ونكملوا. كيف ما كتلاحظوا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه، دابا غادي ندوز ناخذها كيف ما كتشوفوا، دابا غنقطعوها كريات صغار على هذا الشكل. خليوها شويه قاسحه باش تجيكم، باش هكا ما ضروري خاصها تكون قاسحه باش ما تغلبش عليكم. كيف ما كتلاحظوا معايا دابا غادي نبدا نبسط فيها. دابا غادي ندير من هذه الدقيق مال تحت باش ما تلصقش، وغادي نبدا نحط فوق منها. ندهنهم مزيان باش ما يلصقوش لكم كيف ما كتلاحظوا. غنحط وحده فوق وحده،
كما كتشوفوا معايا دابا غادي ندهنهم مزيان. ونحط ثاني وحده فوق وحده على هذا الشكل. غادي ندير هنا 10 وغادي نبقى نبسط فيهم. حاولوا تلصقوهم مزيان من الجناب ويكونوا مقادين. كيف ما كتشوفوا قرب لكم شويه كيف ما كتشوفوا يكونوا من الجناب مقادين. من بعد غادي نجيب واحد الدناب كيف ما لاحظتوا معايا وغادي نبقى نبسط فيها غير بشويه. كيف ما شفتوا معايا هنا انا خديت الغلقه ديال الكسكاس كيف ما كتلاحظوا معايا قطعت بها نفس الفورمه ديال الكسكاس يعني القدر ديال الكسكاس. دابا غادي ناخذ الكسكاس وغادي نوضعها فيه كيف ما كتشوفوا غنحاول نوضعها فيه بالقياس ديال الكسكاس ونقدها غير بشويه باش تبقى مقاده ليا. تقدروا تقطعوها حتى فاش غتخرجوها من الكسكس وتحطوها غير عشوائي في الكسكس ملي تجبدوها تقطعوها وهي طايبه غتجيكم مقاده. وكيف ما شفتوا معايا انا قطعتها قبل وحطيتها وسط الكسكس. دابا غادي ندوز نحطها باش طيب. غندير شويه ديال الماء كيف ما كتشوفوا معايا وغادي طيب داك لافابور اللي كيطلع من البرمه كيف ما كتلاحظوا. غادي نسد عليها بالغلاقه وغادي ندوز نكمل الكيمياء الاخرى اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا العجينه راه كتخرج لكم بزاف في دقه واحده يعني تقدروا ديروا 10 في دقه واحده 20 يعني داك الشيء اللي تقدروا تقسموا العجينه على جوج ولا درتوا شويه ديروها غير على مره واحده هكا كتعطيكم الكميه كتكون كثيره في دقه واحده. وغادي نبقى نبسط فيها كيف ما كتلاحظوا معايا فاش تكونوا كتقرصوا فيها قبل خاصه ما تكونش رقيقه بزاف باش هنا حيت هنا غادي نعاودوا نبسطوها هنا غادي تعاود ترقق اكثر. وغندوز ندير نفس العمليه كيف ما كتشوفوا معايا هاد البقايا اللي كتبقى ليا راه كندوز نقاد بها شي حاجه اخرى كيف ما كتلاحظوا معايا. وكيف ما شفتوا هنا ها هي طابط ما كتاخذش لكم بزاف ديال الوقت باش كطيب بالزربه كطيب. هو دابا غنسالي الكيمياء اللي عندي ونتلاقاو مع الشكل النهائي. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال الورقه ديالنا. الصراحه كتطلع رائعه كنتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. كيف ما شفتوا معايا هنا في التبصيل كتبت الورقه ناجحه 100% وحطيت عليها الورقه وكتبان شفافه شفافه كانكم شريتوها من عند موالين الورقه. وكيف ما كتلاحظوا معايا كيف ما كتشوفوا راه ورقات كتطلع معكم مزيانه غير اللي عليكم خاصكم ديروه
هو ضروري كنركز على الزيت والدقيق من الجوانب باش ما تلصقش ليكم، ضروري ضروري تديروا ليها مزيان الزيت من الجوانب. وهكا غادي نقول لكم خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله.